السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. ايها المتابعون الكرام، ايتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم في هذا التسجيل الجديد الخاص بتلميذ سنة الثالثة ثانوي آداب وفلسفة ولغات، وهو بموضوع التضمين في البلاغة العربية. لاحظ معي هذه الأمثلة. يقول المتنبي: لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادة سيف الدولة الطعن في العدا. هذا البيت هو مدح في سيف الدولة الحمداني، فيقول: لكل امرئ من دهره ما تعود، أي أن كل شخص يتعود مجموعة من العادات. لكن ما هي عادة سيف الدولة؟ عادته الطعن في العدا، أي مقاتلة العدا وقتلهم، أي عادته الشجاعة والجرأة. فبالنسبة له الشجاعة والجرأة هي عادة وليست أمرا عظيما، فهذا مدح يمدحه المتنبي. لكن لاحظ المثال الثاني، يقول: لئام أتوا بالظلم طبعا، وإنما لكل امرئ من دهره ما تعود. تلاحظ أن هذا الشاعر وهو العشاري أخذ هذا الشطر البيت الثاني أو ما يسمونه بالعجز، لكل امرئ من دهره ما تعود، أخذه من المتنبي، بمعنى أخذه من شاعر قبله وضمنه بيته. لكن هل يتناسب الشطر الأول مع الثاني؟ لاحظ، يقول: لئام، لئام أي خبثاء، أتوا بالظلم أي ظلموا طبعا، بمعنى أن الظلم صار لهم عادة وطبعا، ولكل امرئ من دهره ما تعود. لاحظ هنا طبعا بمعنى عادة، وهنا تعود. المثال الأول أيضا هنا تعود، وهنا عادة، بمعنى أن الشاعر لا يضمن شطرا من بيت آخر في شعره إلا إذا وطأ له وقدم له بالشطر الأول. وقد يكون العكس، فيذكر التضمين في البيت الأول والتقدمة والتوطئة تكون في السطر الثاني. لاحظ هنا: لئام أتوا بالظلم طبعا، فقدم لكل امرئ من دهره ما تعود، قدم له بالشطر الأول، وذكر أن هذه طبيعة في الإنسان، فهي عادة لكل امرئ من دهره ما تعود. لاحظ المثال الثالث، تعود بذل الخير طبعا، وهكذا لكل امرئ من دهره ما تعود. إذن هنا مدح أيضا، فيقول: تعود بذل الخير، فهو يمدحه طبعا، أي طبيعته أنه كريم، ليس أمرا مستجدا فيه، وهكذا لكل امرئ من دهره ما تعود. مثال الأخير، لاحظ ماذا يقول: تعود أخذ الحمد منا بماله، أي أننا نثني عليه ونحمده، وبالتالي يكرمنا بماله. ولكل امرئ، هنا غير قليلا فقال: وكل امرئ جار على ما تعود، أي غير قليلا في البيت، لكن يبقى هذا من التضمين. إذا لا شك أنك عرفت أن التضمين هو من المحسنات اللفظية. طبعا المحسنات هناك لفظية ومعنوية، التضمين هو من المحسنات اللفظية، بمعنى أن الشاعر يضمن شيئا من شعر غيره، جزءا من البيت الصدر أو العجوز، يأخذه من بيت آخر من شاعر آخر، ويوطئ له توطئة حسنة ويضعه في أحد أبياته، فيصبح هذا الذي أخذه من شاعر آخر يصبح وكأنه له. أيضا التضمين هو نوع من أنواع التناص. هذه الكلمة ربما تبدو غريبة، لكن معناها أن الشعراء فيما بينهم لهم قاعدة أو خلفية ثقافية واحدة، أو مرجعية ثقافية علمية واحدة. هنا تحضرني هذه القصة على سبيل التدليل. يقولون أن أحد الناس ذهب عند شاعر مشهور وسأله: كيف تعلمني أن أقول الشعر؟ فقال له ذلك الشاعر المشهور: عليك أن تحفظ 1000 بيت من الأشعار المختلفة، ثم تحاول نسيان هذه الأشعار كلها، وبعد ذلك ستصبح شاعرا. هذا الذي فعله الرجل.
لماذا قال الشاعر هذا؟ لماذا وصاه بهذا الأمر؟ لأنه يعرف أن الشعراء لهم مرجعية ثقافية لغوية واحدة، ولذلك فإنهم يأخذون من بعضهم البعض. إذن كان هذا كل شيء، إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.